السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنتعلم ازاي نحل كل المشاكل اللي بتظهر على جهاز الكمبيوتر والويندوز بدون ما نستخدم اي برامج. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. طبعا كلنا عارفين بتكرار استخدام جهاز الكمبيوتر والويندوز بيحصل فيه كتير من الاخطاء والمشكلات اللي بعد كده بتخلي جهاز الكمبيوتر بتاعك يبقى تقيل. في الفيديو ده بإذن الله هعلمك ازاي تحل هذه المشكلة بدون ما تستخدم اي برامج. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ارجو ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الاولانية اللي انا هعملها ان انا اروح رايح على اللي هو محرك البحث الموجود في شريط المهام بتاع الويندوز، وابدأ اغير اللغة للغة الانجليزية واكتب CMD. هيظهر معايا موجه الاوامر، هبدأ اعمل له عملية تشغيل كمسؤول. الخطوة دي مهمة جدا، لازم اشغله كمسؤول. هقول له نعم. طبعا زي ما حضرتك شايف كده هيفتح معايا موجه الاوامر بالصورة اللي حضرتك شايفها دي. هبدأ اخد اول امر، الامر ده هاخده طبعا نسخ، تمام، واجي في موجه الاوامر اقف في اي مكان فاضي واضغط كليك يمين، هتلاقي ان الامر تم لصقه في موجه الاوامر. ان شاء الله هننفذ 3 اوامر، والتلات اوامر هيرجعوا لك الويندوز ويصلحوه كانك لسه مسطبه جديد. نضغط بعد كده على انتر، تمام كده. هتبدأ عملية اسكان لملفات الويندوز وعملية اصلاح ليها. زي ما حضرتك شايف كده هو بيقول لك ان العملية تبدأ. طبعا هيبدأ يعد معاك هنا دلوقتي 1%، 3%. انا طبعا هوقف معاك الفيديو حاليا في حين الانتهاء من هذه العملية عشان ما اطولش عليك، ونرجع مع بعض بأمرين هننفذهم مع بعض بإذن الله هرجع الويندوز كأنك لسه مسطبه من جديد. تابع معايا الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده عملية الاسكان وصلت لحديد 99%، بقت 100%. دلوقتي هو بيقول لي ان العملية انتهت بنجاح وتم اصلاح كل الاخطاء اللي كانت موجودة في نظام التشغيل الويندوز بتاعي. نيجي للامر التاني، برضو هناخده كوبي، تمام كده، هاخده نسخ، تمام، واجي اقف في اللي هو موجه الاوامر في اي مكان فاضي واضغط كليك يمين، هيتم لصق الامر، واضغط على انتر، تمام. هيبدأ يظهر لي نوع نسخة الويندوز اللي موجودة، ويبدأ يعمل لها عملية كلين، يعني عملية تنظيف لنسخة الويندوز، ويستعيد صحة النسخة كأنك لسه مسطبها دلوقتي. طبعا هننتظر مع بعض الحين ما تبدأ هذه العملية. زي ما حضرتك شايف كده وصلت 4%، 5%، تمام. ان شاء الله كل الاوامر اللي انا استخدمتها دي هتبقى لك في قلب صندوق وصف الفيديو عشان تستخدمها بمنتهى البساطة والسهولة. هوقف طبعا الفيديو لحين الانتهاء من عملية تنظيف نسخة الويندوز واسترجاع صحتها مرة تانية، ونرجع مع بعض. زي ما حضرتك شايف كده عملية الكلين لملفات الويندوز انتهت، وهو كتب لي فيها ان تمت الاستعادة بنجاح وتم اصلاح كل الاخطاء اللي كانت موجودة. طبعا كده خلصنا اللي هي الاوامر بتاع CMD، هنقفله اللي هو بتاع موجه الاوامر. هنروح رايحين على جهاز الكمبيوتر بتاعنا، تمام كده، نفتحه ونيجي عند القرص المحلي اللي هو متسطب فيه نسخة الويندوز، نعمل كليك يمين وننزل عند حاجة اسمها خصائص، وبعد كده نروح عند حاجة اسمها ادوات، هنقفل ديت عشان الموضوع يبقى باين معانا، ونيجي عند الادوات ناخد حاجة اسمها تدقيق. هو بيقول لك سيقوم هذا الخيار بفحص محرك الاقراص بحثا عن اخطاء في نظام الملفات، هضغط عليها، تمام، وبعد كده بيقول لك فحص محرك الاقراص، هضغط على اللي هو الفحص. هو هنا بيقول لي يتم الان عملية الفحص، كل اللي انا هعمله هنتظر لحديث ما عملية الفحص تنتهي بنجاح. طبعا هي مستغرقش وقت كبير، هي شوية ثواني، هننتظر لحين الانتهاء، واقول لحضرتك بعد كده هنعمل ايه مع بعض عشان تخلي نسخة الويندوز بتاعتك ترجع بدون اي اخطاء وكأن انت لسه مسطبها الان. تابع معايا الفيديو. هو هنا بيقول لي كانت توجد مشكلة في فحص محرك الاقراص هذا، تعذر على ويندوز فحص محرك الاقراص، اغلق مربع الحوار هذا ثم حاول فحص محرك الاقراص مرة اخرى.
اضغط عليه وابدا اعمل له حاجه اسمها اصلاح محرك الاقراص. اضغط هقول له الاصلاح عند اعاده التشغيل، تمام كده اهوت. فانا هقول ان انا هعمل عمليه الاصلاح لما اجي اعمل اعاده تشغيل في المره القادمه. طبعا لو ضغطت على اعاده التشغيل الان هيبدا يعمل عمليه ريستارت لجهاز الكمبيوتر بتاعك ويصلح الاخطاء اللي موجوده فيه. فانا هختار الاصلاح عند اعاده التشغيل في المره القادمه طبعا عشان انا بسجل الفيديو، تمام كده اهوت. وبعد كده اضغط على موافق. بعد كده حضرتك هتروح رايح على اللي هي قائمه ستارت وتختار اللي هي الطاقه، خيارات الطاقه، وبعد كده تعمل حاجه اسمها اعاده تشغيل، تولع جهاز الكمبيوتر بتاعك وتطفيه مره تانية. هيتم اصلاح كل الاخطاء اللي كانت موجوده على جهاز الكمبيوتر. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد متنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.